السلام عليكم ورحمة الله. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على رمضان، بنبدأ نعمل الوصفات اللي بنستخدمها في رمضان او بنحب ناكلها في رمضان. هي الكفتة، الكفتة طبعا بأنواعها، ان كانت مشوية ان كانت محمرة، في صينية، في بطاطس زي ما انا هوريكم كده. يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف معانا ايه. معايا حوالي من نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة ناعم، وطبعا عصرها حيش المية بتاعتها على جنب، والبهارات طبعا اللي معايا ملح، كمون، فلفل، تتبيلة الكفتة لو موجودة عندك. بس ما بتجيبي ب5 جنيه بيقعد عندك فترة حلوة، وهي بتدي للكفتة طعم حلو. امسكها بقى، عايزة تضيفي بقى بصل بودر، تضيفي توم بودر، تضيفي شبت براحتك. اعجنها كده كلها مع بعض، اقلبها كلها ايه عشان اتأكد ان البصل والبهارات كله داب مع اللحمة. وطبعا ممكن تفرمي البصل مع اللحمة برضو، بيبقى حلو برضو وكويس. بس الصراحة الكبة بتاعتي بايظة، حبيت اوريها لكم كده. كده خلاص اتأكدت بقى ان كل المكونات. هضيف لها ايه؟ هضيف لها معلقة دقيق. طيب تحبي تضيفي معلقة بقسماط؟ لو عندك بقسماط ناعم ضيفي، ما فيش عندك ضيفي معلقة دقيق زي ما انا عملت كده. معلقة واحدة بس هتخليها متماسكة معاكي وهتخليها كويسة معاكي. وتضيفي كمان نص معلقة صغيرة كده بيكنج باودر. الكفتة دي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ممكن ديت تعمليها على الفحم، وممكن تعمليها في الصينية، في الجريل، في الفرن. كلنا مع بعض بإذن الله هنعمل وصفات الكفتة من اول رمضان. بقى كل سنة وانتم طيبين. حطتها في التلاجة شوية وصبعتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. عايزة تعمليها صوابع كده، عايزة تعمليها كور، براحتك زي ما تحبي. المهم ان انت تأكدي ان الخلطة بتاعت اللحمة المفرومة والبصل والتوابل والدقيق كلها ماسكة معاكي عشان ما تفكش منك وانتي بتحمريها او بايه بتحطيها في الصلصة زي ما احنا هنشوف مع بعض. في طاسة بقى على النار زي ما انتوا شايفين كده معايا، خطوة بخطوة، ما سرعتش الفيديو ولا حاجة، خطوة بخطوة علشان تشوفوا كل الفيديو معايا. دي حاجة يعني ايه من الوصفات السهلة اللي ما بتاخدش وقت معانا، وفي نفس الوقت طعمها جميل. ونعمل بقى معاها كده شوية رز بشعرية، شوية رز أبيض، الشوربات ما تنسوش طبعا الشوربة. نعمل برضو لسان عصفور شعرية، عندك شوربة بيتة بلحمة بفراخ تقضي. طبعا انتوا عارفين في رمضان بنحب الأكل واللم، بس اعمله زي ما انا اعمله. ممكن تعملي 3-4 اصناف بس بكميات قليلة خالص. خلينا بقى في الفيديو بتاعنا ديت، الزيت اللي فضل من تحمير الكفتة مرمتهوش في حلة بقى، وابدأ اعمل التسبيكة بتاعتها. حلة كده حطيت البصل ماي احمرها دي، بس ايه تسويحة كده خفيفة، ما تحمرهاش او ما تحرقهاش عشان انتوا عارفين ايه اللهلبة والقولون والحاجات دي. فخلي اكلنا صحي طبعا، انتوا عارفين ان احنا في رمضان ما بنحبش التسكات والحاجات كتير، يا دوب بس ايه البصله كده تاخد لها تقليبه كده، مش هتحمر. او معايا عصير طماطم، عصرها في الطماطم، عصرها في الخلاط ومجهزاه ومصفياه ومجهزاه. وطبعا قبل كده كنت عملت لكم فيديو عن تجهيز الطماطم، ازاي تعمليها صلصه وتعينيها، وازاي تحطيها في الاكياس كده وتعصريها وتصفيها وتبقى جاهزه تطلعي الكيس على طول في الحل على طول. وعملته برضو متسبك وفيه ملح وبهارات وحاله على طول يبقى جاهز معاك. اتكلمت معاكم والبصل احمرت مني، بس خلي بالكم ما تحمرهاش قوي كده. كده خلاص اسيبها بقى لحد ما تتسبك تاخد تقليبه معايا. وما تنسوش بقى البهارات بتاعتها، الملح والكمون والفلفل، البهارات بتاعتها الجميله ديت بتاعتنا اللي بتخلي ريحه الاكل يعني ما اقولكوش. طب وايه الخضار اللي انت مجهزاه يا ام اسلام؟ انا مجهزه معايا بطاطس، عايزه تحطيها في بسلة براحتك، عايزه جزر وبسله وبطاطس وخضار كده ايه كله مشكل براحتك.
بس انا عملتها لكم النهارده بس في بطاطس كده، اكله سريعه ما بتاخدش وقت معانا. وحطيت معاها الكفته اهوت تستوي. انتوا عارفين البطاطس المكعبات ما بتاخدش وقت في السوي كده. كل حاجه جاهزه معانا، الطماطم متسبكه والكفته متحمره، يا دوب بس تاخد لها ايه قلبه واحده بس كده، وبعدين انزل ايه بمكعبات البطاطس. وزي ما قلت لك عايزه تضيفي خضار، اي نوع خضار عايزه تضيفيه معاها براحتك. باذن الله هعمل لكم حلقه تانية عن الكفته بالخضار. كده ما هوت هسيبها بقى تستوى. شايفين الحلة اللي هناك دي عاملة فيها الرز وكده. ألف هنا وعافية، أكلة بسيطة خفيفة ممكن في الأيام العادية ديت، وممكن تبقى وصفة من وصفات رمضان. لو انت بقى مستعجلة وما فيش عندك وقت وجاية من الشغل تعبانة أو محتارة تطبخي ايه، هنعملها كده معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبق جميل وطعمه حلو قوي، والأطفال والكبار هيحبوه، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت معانا. عم نجهزه، نكون جهزنا شوية الرز، طبق سلطة، حب مخلل لو موجود، وألف هنا وعافية على اللي ايه ياكلها، واللي يعمل لي لايك واللي يعمل لي تعليق واللي يشترك عندي في القناة. يا رب يا رب حبيب قلبي الوصفة تعجبكم. وصفاتي سهلة وبسيطة ومش معقدة، حاجات من بيوتنا المصريين. انتوا عارفين ان الظروف على القد والدنيا صعبة والاسعار غلت، فنعمل ايه، فبنحاول نعمل اي اكل بسيط سهل كده وفي نفس الوقت طعمه حلو ويشبعنا ويشبع الاولاد في الظروف اللي احنا فيها دي. كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان، وبقول لكم حبايب قلبي ما تنسونوش باللايك، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. انا بيتي مملكتي امي اسلام في رعاية الله وحفظه.